انه هون انت اكلت استهدافين وبتستنى الثالث. يعني هون كان الانتظار طويل كتير، انه بتستنى بدي يجي استهدفك مره ثالثه ايمت. كان في رعب كبير يعني كل الكادر، وكان في حتى نساء واطفال اصابات بالمنطقه المجاوره بالمشفى. نظام مجرم قتل الاطفال والنساء، يعني مارس شتى انواع الاجرام، يمكن ان نتصالح معه باي شكل من الاشكال. ما نسينا.